Science geeks believe in scientist power. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ في فيديو جديد في الـ OOB. معاكم فاطمة حسن. يلا نبدأ. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أول كونسبت من الكونسبتس اللي بتعتمد عليها الـ OOB، وهو حاجة اسمها الكلاسز. الكلاسز ده ببساطة جدا هو عبارة عن مجموعة من المتغيرات والعمليات عليها. طيب تعالوا نخرج كده برة الدايرة دي للواقع. احنا عندنا في الواقع بنقول ان الكلاسز ده عبارة عن مجموعة من الداتا ممبر، بس مختلفة في الداتا تايب، مختلفة في نوعها يعني، ولكن بتخص نفس الشخص، فبجمعها كلها في حاجة اسمها كلاسز. يعني الكلاس ما هو إلا عبارة عن جروب بلم فيه داتا ممبر ليها داتا تايبس مختلفة بس خاصة بنفس الشخص. ازاي؟ لو احنا مثلا هنتكلم عن الكار، كلاس كار او الامبلوي، انت عود نفسك كده طالما انت بتدرس او او بي، بتدرس كلاسز استراكشرز، ما يجيش في دماغك غير المثالين دول، سواء كارز او الامبلوي. تعالوا نتكلم عن الامبلوي الموظف. لو في شركة فيها عدد معين من الموظفين، كل موظف اكيد بيبقى ليه اسم، والاسم ده نوعه سترينج، اكيد بيبقى ليه فصيلة دم، والفصيلة دي هيبقى نوعها كاركتر، هيبقى ليه رقم موبايل والرقم ده نوعه انتجر، هيبقى ليه سالري مرتب، والمرتب ده هيبقى دبل لان ممكن يبقى فيه كسول. فخد بالك ان ده كلهم اسمهم داتا ممبر مختلفين في الداتا تايب، واحدة سترينج، واحدة دبل، واحدة كاركتر. فعلشان اقدر استخدمهم كلهم لنفس الشخص لازم احطهم في الكلاس. طيب الكلاس ده بيبقى مكتوب فيه ايه؟ الكلاس ده بيبقى مكتوب فيه داتا ممبر، المتغيرات، اسمه، مرتبه، رقم تليفونه. لو مثلا كلاس كار هيبقى اسم العربية، لونها، قطع غيارها كده. تاني حاجة functions، العمليات اللي هتبقى على المتغيرات. ازاي؟ لو انا مثلا عندي كلاس ريكتانجل، مستطيل ليه طول وليه عرض، لو انا عايز احسب المساحة، ما المساحة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطول في العرض، يعني عمليات على المتغيرات. تالت حاجة هي الكلاس انستانس، واللي بنسميه الاوبجكت. على فكرة دي مهمة جدا ان الكلاس انستانس هو الاوبجكت، لان الدكاترة بيحبوا يلعبوا في المصطلحات دي، وقال لك ان الاوبجكت دي الحاجة اللي انا هستدعيها من خلال الكلاس. الحاجة اللي انا هستدعيها ازاي؟ ارجع للفيديو القديم، احنا قلنا اصلا كل الغرض من الـ OOB ان انا بعمل نسخة اصلية وباخد منها نسخ، اهو الاوبجكت ده نسخة من السورس اللي عندي، من الاصل اللي عندي. طيب تعالوا بقى عشان نشوف المصطلح بالانجلش. قالك ان الكلاس ده عبارة عن User Defined Data Type consists of both data and functions. لا بقى، ده انت تروح تعمل لك فنجان قهوة وتيجي تصحصح معايا كده. الكلاس عبارة عن User Defined Data Type، يعني المبرمج هو اللي عاملها، مش حاجة موجودة في البرنامج اللي انا هكتب فيه الكود، ده انا اللي بكريتها، انا اللي بعرف البرنامج عليها. فعشان كده قلنا ان هي user defined، data type. بتتكون من داتا، ودي الخصائص او ممكن نسميها الاتريبيوتس اللي هو اسمه والمرتب وكده، والفانكشن العمليات اللي على الداتا. تمام، وخد بالك برضو ان الداتا ممكن نسميها اتريبيوتس، المصطلحات دي مهمة. ندخل على جزء تاني. احنا قلنا كلاس وقلنا اوبجكت. يعني ايه كلاس ويعني ايه اوبجكت؟ الكلاس ده هو الاصل، السورس، حاجة غير ملموسة، مش موجودة على ارض الواقع. امال ايه هو الملموس؟ الصورة اللي انا هاخدها من الاصل، الاوبجكت. يبقى الاوبجكت ده هو الجزء الملموس من الكلاس، اما الكلاس نفسه هو حاجة مش موجودة اصلا.
هتقولي طب ازاي حاجة مش موجودة وباخد منها نسخة؟ يا حضرات الكلاس ده يقصد ان هو غير ملموس، يعني انا مقدرش ان انا اشتغل عليه، مقدرش اعمل استدعيه جوه دالة المين على هيئته، لازم استدعي اوبجكت منه، لازم استدعي نسخة منه، ما ينفعش ان انا استدعيه، والا يبقى انا كده بعك. الكلاس ده بيعرف قبل دالة المين، وبستدعيه جوه دالة المين من خلال الاوبجكت، النسخة بتاعته، بستدعيه من النسخة بتاعته. فعلشان كده الكلاس هو شيء غير ملموس، اما الاوبجكت فده الحاجة الملموسة، الحاجة اللي انا بعرف اعمل عليها سي اوت وسي ان واستدعيها جوه دالة المين. الشكل العام للكلاس، اول حاجة الكلاس دي هي عبارة عن كيورد، كلمة افتتاحية لازم تبقى موجودة علشان البرنامج يعرف ان ده كلاس، وبعد كده اسم الكلاس، وبعدين كده بفتح الكيرلي براكتس دي، كيرلي براكتس، وبحط سيمي كولون. السيمي كولون دي في اختلاف عليها، قالك ممكن نحطها ممكن نشيلها، لو انت شغال عملي على الفيجوال ستوديو هيقولك شيلها، لو انت شغال على الكود بلوكس او الديف سي بلس بلس هيقولك خليها. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن الجنرال فورم للكلاس، فبقول لك ان هو الكيرلي براكتس ومعاها مين؟ السيمي كولون. حتى لو الجهاز مش هيدي ايرور لو شلتها، بس لازم تحطها علشان يبقى جنرال فورم اساسي في دماغك. بعد كده عندي حاجة اسمها برايفت او بابليك او بروتكتد، بيتكتب جواهم الداتا ممبرز، والفانكشنز دايما بيبقى بابليك. طيب تعالوا نشوف ايه برايفت وبابليك وكده. دول اسمهم الممبر اكسس سبيسيفاير، البابليك البروتكتد والبرايفت، اسمهم ايه؟ الممبر اكسس سبيسيفاير. ازاي اقدر اوصل للداتا اللي مكتوبة جواهم؟ انت كبروجرامر لما بتيجي تعمل برنامج او تعمل حاجة مهمة، في بيانات بتبقى عايز تخبيها عن المستخدم، مش عايزه يشوفها. فالبرنامج في الحاجات اللي انت عايز تخبيها عن المستخدم دي هتتحط في member access specifier اسمه private او protected. طب تعالوا نتعرف على اول نوع من member access specifier وهو public. لما عرف الداتا member ان هي public، يبقى اي دالة موجودة في البرنامج هتشوفها وتقدر تستخدمها، وهي كده مش محمية، كده اي حد ممكن يشوفها ويتعامل معاها واستدعيها وتمام. علشان كده بنقول ان هي accessible from anywhere within the program، يعني اي حاجة في البروجرام شايفة الداتا ممبر البابليك دي وتقدر تستدعيها وتعمل عمليات عليها وهكذا. يعني مثلا لو خدنا class rectangle، قلنا ان البابليك دبل لينس ودبل ويدز، يبقى انا كده ادي الممبر اكسس سبيسيفاير وادي الداتا تايبس اللي جواها. دول بقى داتا تايبس من النوع بابليك، يعني اي حاجه في البرنامج تقدر تشوفهم وتتعامل معاهم. تاني حاجه برايفت، مين اللي يشوف الداتا ممبر البرايفت؟ قالك هيشوفها الكلاس بس اللي هي متعرفه جواه، ولو في فريندز فانكشن للكلاس هتقدر تشوفها. مصطلح هتعرفوه قدام ان شاء الله، الفريندز كلاس او الفريندز فانكشن. اي حاجة تانية بره الكلاس مش هتقدر تشوفها، ودي برايفت بستخدمها لما اكون عايزة اخبي معلومات البرنامج عن المستخدم. يعني في حاجة مثلا خاصة بالانفورميشن سيكيورتي للبرنامج اللي انا عاملاه، وانا مش عايزة المستخدم يشوفها علشان ما يعملش هاكينج على البرنامج بتاعه ويبوظه، فبحط الداتا ممبر دي في جزء برايفت، كده مهما عمل مش هيقدر يوصل لها ولا هيقدر يشوفها، وبكده انا بقدر احمي البرنامج بتاعي. وفي بقى حاجه في اي بي، الديفولت داتا ممبر في الكلاس هي برايفت. الحته دي بقى بيختلف عليها ناس كتير او مش عارفه ليه. ايه هو الديفولت داتا ممبر؟ يعني ايه ديفولت؟ يعني انا لو كتبت اللينس والويدث اهي، لو انا كتبت اللينس والويدث من غير اكسس سبيسيفاير فوق، البرنامج هيعتبرهم ايه؟ هيعتبرهم برايفت. دكاتره الزقازيق بيحبوها بابليك، بس هو الصح والاصح ان هي تبقى برايفت. الديفولت داتا ممبر في الكلاس هي بتبقى برايفت.
تالت نوع هو الـ Protected، ودي بنستخدمها بحاجة اسمها الـ Inheritance، الوراثة، برضو ده شابتر هنتكلم عليه قدام. طيب تعالوا نشوف ازاي بعمل Object من الـ Class. باخد اسم الـ Class واخد منه اي اسم تاني، اي اسم تاني بيمثل الاوبجكت، يعني ريكتانجل ار او ريكتانجل فاطمه، ريكتانجل منى، ريكتانجل احمد، ايا كان ريكتانجل اسم الكلاس الاصلي، واعرف اسم النسخه اللي انا عايزه اخدها، بديها اي نسخه. تمام؟ ازاي استدعي الممبر from the class using object؟ يعني ايه استدعي ممبر من الكلاس؟ يعني انا مثلا معرفه في الكلاس فوق ان انا عندي دبل لينس او دبل ويدث، عايزه استدعيهم جوه داله المين واحط لهم قيم عشان اشغل البرنامج، فهكتب الاوبجكت دوت اسم الحاجه اللي عايزه استدعيها بيساوي الفاليو بتاعتها. طيب تعالوا نشوف برنامج كامل. ادي كلاس ريكتانجل، ادي كلاس ريكتانجل، ادي الكي وورد اللي اسمها كلاس، وادي ريكتانجل اسم الكلاس اللي انا عايزه اكريته، وادي برايفت دبل لينس ودبل ويدث، دي مين؟ الممبر اكسس سبيسيفاير، وده مين؟ الداتا ممبر اللي انا هستخدمها، معرفاهم من النوع برايفت ليه؟ كنوع من الحمايه علشان محدش يدخل عليهم ويعمل هاكينج فيغير لي البرنامج والعمليات بتاعته وكده. وبعد كده بابليك، قال لك الفانكشنز اصلها لازم تبقى بابليك، يعني اللي مسموح له ان هو يبقى برايفت او بروتكتد او بابليك هو الداتا ممبر، لكن دخلت في الفانكشنز لازم تتعرف بابليك، لازم الفانكشن تتعرف بابليك. عندي void set lens، set lens دي عندي حاجة اسمها set و get، عندي اتنين فانكشن في C++، واحدة اسمها set وواحدة اسمها get. set بتحط قيم و get بنحصل على القيم، دول كيورد برضو في البرنامج، البرنامج عارفهم، مجرد ما تكتبهم هتلاقيهم اتلونوا وهتلاقيهم موجودين اصلا في البرنامج. هقول له void set lens وفلوت لين، واقول له اللينس اللي انا معرفاه فوق بيساوي اللينس اللي هتيجي من اليوزر، وفويد انا معرفاهم من النوع void ليه؟ لان ملهمش return type، مش هرجع قيمة، ده انا هحط قيمة فبعرفهم من النوع void. طيب جيت لينس نوع فلوت علشان انا هرجع قيمة، ريتيرن لينس، هرجع اللينس ممكن يبقى كسر فبأمن نفسي واعمله فلوت، وفلوت جيت ويدث، وفلوت جيت اريا المساحة والقانون بتاعها كده. الكلاس، الكلاس بيتكتب قبل دالة المين، بعد كده جوه دالة المين ببدأ ان انا استدعي واعمل العمليات الحسابية واعمل كل حاجة. ازاي؟ طب ليه انا ما بكتبش الكلاس جوه داله المين؟ علشان هو مش معرف للبرنامج اصلا، انا لسه قايله فوق ان هو يوزر ديفايند. يعني ايه يوزر ديفايند؟ يعني انت اللي بتعرف، انت اللي لسه بتعرف البرنامج عليه. طيب وانا ليه اعمل العمليات الحسابيه هنا؟ طب ما اعملها فوق. لا يا ناصح، ما الكومبايلر بيبدا يقرا وينفذ منين؟ من داله المين. ارجع لاول فيديو، اول فيديو ايه؟ ارجع للترم الاول للبرمجة الهيكلية، هتعرف ان الكمبيوتر بيبدأ يقرأ وينفذ منين؟ من دالة المين. ادي انت مين؟ ريكتانجل ار، خدت كده اوبجكت اسمه ار من الكلاس اللي اسمه ريكتانجل. الاوبجكت ده هو اللي هيخليني اعمل ست على اللينس، ست على الويدث، واعمل جيت على الاريا وريتيرن زيرو. كده نبقى خلصنا اول جزء. دي مجموعة من الاسئلة، ان شاء الله هنسيب لكم يعني لينكات الفيديوهات اللي احنا بنشرحها دي عشان تقدروا تحملوها وتحلوا الاسئلة اللي فيها. بس اللي اقدر اقوله ان احنا كده خلصنا الكلاس، او ما خلصناهوش يعني، خلصنا البيزكس اللي فيه. ان شاء الله نكمل الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو وشير لاصحابكم علشان يشوفوه ويستفادوا منه.
لو في اي كومنت اي حاجة حاسين ان هي ما اتشرحتش كويس او مش فاهمينها او كده، سيبوا كومنت وان شاء الله اقدر اوضحها في فيديو جديد. شكرا. فرص العطاء كثيرة ابوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الاعمال الا مخلص متبسم متفائل سباق.